خلي أنطيكم مثل حتى تعرفون شنو أنا قصدي. هسا أنا صديقتي كندا، وأني أريد منها شغلة اليوم، أريد منها شغلة، أريد تثبت لي هذا الكومنت، أريد منها شغلة. بس أني الماضي مالتي ويا كندا سيء. شنو يعني سيء؟ يعني تدق علي ما أجاوب، تدز لي مسج ما أجاوب، أهملها باليوم واليومين، العيد ميلادات ما أدق عليها، إذا هي في وضع مو زين ما أدق عليها، ما أحكيها، يعني هاملة، هاملة علاقتي وياها. فلما أنا اليوم أجي وأقولها كندا لو سمحتي ممكن تساعديني بهاي الشغلة، فأني بداخلي أنا بغض النظر هي راح تساعدني أو ما راح تساعدني، هاي من أصلها، بس أني بداخلي راح يكون عندي عدم يقين، لأنه أني مقصرة بحق كندا، فأكيد هو الجواب ما راح يكون مضمون، يعني راح أقول أوكي راح أطلب منها، بس أنا يعني يكون عندي عدم يقين، ومرات ما أعرف ليش عندي هذا عدم اليقين. لله المثل الأعلى، لما أنتوا تجون تقولون إحنا نريد رب العالمين يستجيب لنا، ونريد أنه يكون عندنا يقين يا فرح، ونريد، بس إحنا مقصرين بحق رب العالمين، إحنا مقصرين بقيام الليل، إحنا مقصرين بصلاة الفجر، إحنا مقصرين بالاختياب نحكي عن الناس بظهرهم، إحنا مقصرين أنه بالكذب الكذب الصغير.